على السعر الاسترشادي للأرز، نوهنا أكثر من مرة على إن إحنا يمكن أن نعاون المزارع لو في عقبات واجهته إن هو يورد الأرز بتاعه. اللي بطلبه إن إحنا نجتهد في التواصل مع الجهات المختلفة، نشوف فرع البنك اللي موجود في المحافظة بتاعتنا، نتواصل مع السيد وكيل وزارة الزراعة. الآن جميع القيادات داخل وزارة الزراعة بتنتفض لخدمة المزارع لحل مشاكله، ومنها تسويق الأرز. إن شاء الله أتمنى في الموسم القادم أن يكون هناك توسع في الزراعة التعاقدية، والزراعة التعاقدية يجب أن تخضع لضوابط وشروط. إذا كنا هنزرع تعاقدي يبقى لازم نعرف نوعية المحاصيل اللي إحنا هنزرعها، الكميات المطلوبة، أيضا السعر، مدخلات الإنتاج، كل ده سوف يتم طبقا لمظلة وزارة الزراعة، لأن هي اللي هتقدر توفر هذه البيانات، توفر هذه الإمكانات من مستلزمات الإنتاج، وبالتالي يكون هناك ضمانة. هذا الأمر الآن يدرس ويوضع له التشريعات المختلفة لتطبيقه بصورة تحقق النجاح للزراعة التعاقدية. حاج محمد من محافظة بني سويف، السلام عليكم. حاج أحمد، ازيك يا باشا؟ أهلا بيك يا حاج أحمد. الله يخليك يا باشا، منور الشاشة دايما. الله يخليك يا فندم. الله يخليك يا باشا. اتفضل يا حاج أحمد. حضرتك والدي كلمك من حوالي 20 يوم بخصوص ردم المشك. أيوه. اللي هو الشفيف. ايوه. فحضرتك مفيش حل لحد النهارده، 4 شهور وانا بسقي من مصرف بيتكب فيه صرف صحي. طيب انا هفتكر معاك المشكله دي. هو كان في نزاع ما بينك وما بين الجيران وردموا المسقه، وانا تواصلت معاه وكلمناه وفريق الاعداد كلمه وقلنا له لو في تفاوض او في ان احنا نحل دي مشكله، يعني مشكله جيره هي اكتر من ان هي جريمه، وانا عارف ان دي جريمه ان احنا نردم مسقه. من خلال حضرتك ومن خلال البرنامج ده بناشد وزير الري. أيوة. ازاي ارضي بلاها 4 شهور ما شربتش من ميه نظيفه يا باش؟ أيوة. اكل القمح ده ازاي؟ القمح اللي انا زرعته ده اكله ازاي؟ أيوة. عندي بهايم ما كانتش لحد النهارده. ايوه. انت مكانك فين في بني سويف بالظبط؟ مركز اهناسيا المدينه قريه المماليه. مركز اهناسيا المدينه قريه ايوه المماليه المدنيه المماليك. ايوه يا باشا. وحاله والدي تصعب على الكامل. المروه ده تابع لجمعيه اسمها ايه؟ مانيال هاني. اسمها ايه؟ مانيال هاني. مانيال هاني؟ ايوه يا باشا. مانيال هاني. ايوه يا باشا. حاضر. يعني حرام عليكم، يعني عايز اكلم وزير الري ازاي ما يطلعليش امر بفتح المسقه لها 80 سنه. هو حضرتك رحت تواصلت مع وكيل الوزاره؟ لا. ما بلغتوش؟ رحت للاداره جبت معايا منهم وكتبوا ان المسقه رسمي وممنوع تتردم، وقدمت كل حاجه للشرطه. ايوه. بس الشرطه ما اسعفتنيش برضه. طب هو لازم يبقى في تنسيق من الاداره من وكيل وزاره الري مع الشرطه علشان التنفيذ. فده اللي احنا هنتابعه، لان لازم لا. لا ايه؟ لا ما اقصدش يا باشا، قصدي ان انا والدي كفيف قاعد في البيت. ايوه. وانا بجري عليه. يعني ما كتبت. طيب. وعملنا بلاغ باذن الله. باذن الله باذن الله بطمنك وبطمنه. احنا كنت كلمته وكان فريق الاعداد تواصل معاه، ولكن ان النهارده ان شاء الله هنستكمل هذه المشكله بحيث ان احنا نطمنك على الهواء مباشره بحل، ويبقى في يعني عوده مره اخرى لهذه المياه عشان خاطر ربنا يا باشا. ان شاء الله. خليك معانا ان شاء الله. قناه مصر الزراعيه ووزاره الزراعه عموما دي يعني توجه لخدمه الفلاح المصري، توجه ان يبقى في حلول حقيقيه مسعفه للاراضي الزراعيه وللفلاحين. انا بشكرك. ما فيش غير هي 18 اراضي بتشرب نبات بناكل ونشرب منها. حاضر. والمشقه مقفوله. لو سمحت يا حاج احمد ما تقفلش طبعا، انا عايزك تسيب رقمك مع الاعداد. هو الرقم موجود، الرقم موجود، وان شاء الله انا هتابع معاك مره اخرى باذن الله. يعني دي